أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الذي سيتحدث عن أكثر الموضوعات جدلا في الشارع المصري. سيتحدث عن التوك توك وسيتحدث عن قانون المحليات الجديد، أيضا سيتحدث عن الأراضي الزراعية وتقنينها من عدم، سيتحدث أيضا عن أراضي الدولة واستردادها، سيتحدث أيضا عن التنمية في مصر بصفة عامة واللامركزية التي تقودها وزارة التنمية المحلية. متى نشهد انتخابات محليات التي لم نراها من فترة طويلة، وما هو الجديد فيها فندم خاصة بقانون المحليات الجديد؟ القانون المحليات هو أعد بمعرفة الحكومة، ثم دخل لمجلس، ثم استعرض على مجلس الدولة، ثم دخل لمجلس النواب واللجنة المحلية وما بها من عناصر جيدة عملت في مجال المحليات بصفة بمسافة بقى لها مدة طويلة، وناس على قدر كبير من العمل والجدية شافوا ان هم ارتقوا ان ممكن في يحصل تبديل او تغيير في بعض المواد، تم تعديلها فعلا وتغييرها والتوافق عليها بصوره فعليه، وان شاء الله يخش في القانون الجلسه العامه ويبقى في تشاور ان شاء الله باذن الله. وبناء مجرد ما بيتم القانون هيتم المرحله الثانيه مباشره اللي هي مرحله الانتخابات والاعداد للانتخابات، وطبعا الاعداد للانتخابات ده احنا بنستعد له من دلوقتي عشان نعد كوادر شابه تستطيع ان هي يبقى ليها دور وتحس انها ايجابيه في مجتمعها في الفتره القادمه، وفي مبادرات جيده جدا من الشباب عايز يعمل في العمل المحلي، ودي هتساعدنا كتير في ان شاء الله في ايجاد عناصر جيده تخش الانتخابات المحليات ويكون ليها دور مؤثر ورقابي، خاصه ان القانون الجديد بيدي مساحه كبيره جدا للرقابه الشعبيه على تصرفات المسؤولين، وبالتالي فدي هتدي مرونه للمجالس الشعبيه، وفي نفس الوقت هيبقى في تفاهم ورقي في التعامل ما بين المجالس الشعبيه وبين المسؤولين وعلى راسهم المحافظ في العام. لو تحدثنا عن اخر انجازات مجلس النواب، الحديث عن تشريع خاص بالاراضي الزراعيه وتقنين الاوضاع، حضرتك ينتظر المواطن ماذا بعد؟ ماذا بعد هذا التشريع وكيف سيكون التقنين؟ أنا بس عايز أوضح حاجة، إن إحنا التقنين الأراضي ده طلع قانون 144، القانون ده بينظم عملية تقنين الأراضي وإزالة التعديات، وبيمر بمراحل كبيرة جدا، مراحل طلب التقنين من المواطن، ثم الفحص، ثم المتابعة، ثم التسمين، ثم في الآخر العقود المرحلة الثالثة الأخيرة، وبيتم فيها إحنا تقدم العدد الإجمالي وصل حوالي ل 298 ألف طلب تقنين. حاليا دلوقتي في طور البحث وفي طور التثمين، وفي جزء كبير اتعمل في عقود اتعملت فعليا للمواطنين. اما الجزء الخاص بالاراضي الزراعيه فمفيش اصلا حاجه فيها الاراضي الزراعيه، الاراضي الزراعيه ده يعني جزء دستوري احنا ما نقدرش نتكلم فيه ان احنا نبني على الاراضي الزراعيه او في مصالحه على الاراضي الزراعيه، ده شيء مش موجود. التشريع الاخير يا فندم اللي هو اقره مجلس نواب ده، اتفضل يا فندم. الجزء الاخير ده كان احنا في حتى في المرحله الاولى او في موجه الاولى تمت دلوقتي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ودي تمت بالتنسيق ما بين الدفاع والشرطة وبين المحليات للمرحلة الأولى، المرحلة الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الموجودة فيها. ويمكن المرحلة الأولى دي لسه بادئة من قريب جدا، يمكن بقالهاش أكتر من أسبوع أو 10 أيام، والمرحلة دي لغاية دلوقتي استردت حوالي 921 فدان على مستوى 27 محافظة، وإن شاء الله بإذن الله المرحلة الجاية إن شاء الله تبقى بإذن الله. كان اتكلموا في مجلس النواب في اخر مشروع قانون على التصالح بضوابط معينه على بعض التعديات على الاراضي الزراعيه، وقالوا بانه سوف يكون في القريب العاجل لائحه تنفيذيه، لم تعد بعد؟ هي ما زال هذه القوانين اللي بتتكلم عليها سعادتك دي ما زالت لسه في طور المناقشه ولم تخرج للنور، وصعب جدا احنا نقدر نتعامل معاها دلوقتي او نتكهن بيها توصل في الاخر لايه، لا ده موضوع نقاش طويل ما بين النواب بداخلهم وبين الحكومه والنواب، وما هو دستوري وما هو غير دستوري، وفي الاخر بنوصل لنتيجه ان شاء الله ترضي المواطن. الصرف الصحي في القرى يا فندم، هل هناك وقت محدد، زمن محدد لنهايته؟ لأن هناك كثير من القرى تنتظر ذلك، ونعلم بأن الدولة بها خطط كثيرة لإتمام هذا المشروع. سعادتك اتكلمت في موضوع شائك جدا، موضوع الصرف الصحي والوزارة. أنا عايز أقول يمكن ودولة رئيس الوزراء قالها وسيادة الرئيس قالها شخصيا في
أكثر من مجال، إن إحنا لغاية سنة 2010 لم يدخل الصرف الصحي للقرى سوى 10% من القرى اللي موجودة على مستوى الجمهورية، 10%. إحنا في خلال فترة الرئاسة الأولى لغاية دلوقتي وصلنا لـ 24% بيخدم أكثر من 35 مليون مواطن. ونأمل إن شاء الله في مرحلة الرئاسة الثانية أن إحنا نصل نتعدى 50%، وبالتالي فنتعدى أكثر من 60% من الشعب المصري في خدمة الصرف الصحي. الموضوع ده مكلف جدا جدا جدا، ويمكن احنا طلبنا عشان خاطر نبتدي نشتغل فيها، وكان دولة الرئيس امبارح متواجد معانا في ورشة العمل الخاصة بالسادة المحافظين اللي قعدناها للسادة المحافظين، على اساس ان احنا يقول ان احنا عايزين مشاركة مجتمعية، لابد من المشاركة المجتمعية في عمل الصرف الصحي. يعني بمعنى اصح ان المواطن يشارك في على الأقل توفير الأرض الموجودة اللي يكون عليها المحطات، أنا علي حبن المحطة نفسها، وده المبلغ الضخم جدا اللي هو اللي احنا بنقول عليه، والوصلات المنزلية بتتم بطريقتين، إما المواطن بيركبها كمشاركة مجتمعية أو الجمعيات لغير القادرين، أو إما بيكون بالقسط وصورة بقسط شهري بسيط جدا للعناصر الغير قادرة منهم. وبالتالي من هنا هنبدأ فعلا نسرع، بدل ما نقول بنتكلم في احنا لغايه دلوقتي عندنا حصر ب 349 قريه عندها استعداد تعمل مشاركه مجتمعيه. الفتره اللي جايه دي بالعكس، احنا الفتره اللي فاتت دي في ناس فعلا القرى بدات بالفعل في انها تجمع مبالغ ماليه للموضوع الصرف، لكن احنا هنبدا في القرى اللي موجود فيها محطات فعليه ويمكن ان احنا ندخل لها الصرف بصوره سريعه ان شاء الله، ودي هتتم في اكتر ما يتعدى ال 20 قريه في وقت واحد ان شاء الله باذن الله. النقطه الاخيره التوك توك يا فندم، متى يكون هناك قانون حاسم للتوك توك؟ والله هو التوك توك يخضع لقانون المرور، بس هو الملاحظ ان التوك توك ده دلوقتي يا فندم بقى مشكله، لان احنا فيه سلبيات كثيره جدا. اولا هروبه من التعليم، ثانيا ما بقاش فيه حرفيه، ما بقاش فيه حرف، مصر انقرضت فيها الحرف اليدويه دلوقتي بسبب التوك توك. موضوع بقى صعب جدا ان احنا نتعامل مع الموضوع ده بصوره دي، فلازم يبقى فيها صوره حاسمه. امبارح برضه دوله رئيس الوزراء كان في قرار منه قال لك ان احنا 6 شهور مش هنسمح باستيراد قطع الغيار الموجوده للتوك توك دي، ولغايه ما نرخص للناس ونشوف الاجراءات تتعمل، وهيمنع سيرها من الطرق السريعه، فتكتفى بيها على الصوره الايجابيه اللي هي بين القرى بالداخليه بينها وبين بعضها، عشان نحقق الايجابيه ونمنع السلبيه. العدد الموجود يفوق احتياجات المواطن، يفوقه، فبالتالي انا محتاج فعلا ان انا اقدر احجم بس العدد الموجود مطلوب فيه. في نهايه اللقاء بنشكر اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي محمود العزالي.